أعتقد إنه استفاد منها بشكل كبير جدا الاتحاد المصري لكرة القدم. الحقيقة يمكن هيكون معانا على تليفون كابتن صالح العصفور نجم منتخب الكويت السابق، اللي بالمناسبة الحقيقة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أصدر النهاردة بيان نعى فيه كابتن طه التوخي. كابتن صالح مساء الخير، برحب بيك طبعا في البداية وأهلا بيك على شاشة الأهلي في السادسة. أهلا أهلا كابتن أحمد، أنا سعيد أولا باستضافتي بين أهلي في قناة النادي الأهلي في برنامج التاسع. حقيقة يعني شرف كبير ليا ودي أكون معاكم موجود إن شاء الله. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا كنت بتكلم على يمكن كتير من النجاحات والبصمات حققها كابتن طه الطوخي في مشواره مع الكرة، لكن يمكن واحدة من النجاحات دي كان أبرزها مع منتخب الكويت اللي فاز معاه ببطولة كأس الخليج في نسختها الأولى سنة 1970، وامتد الحقيقة يمكن مشواره في الكويت لفترة طويلة، كان ليه أكتر من بصمة وكان ليه أكتر من نجاح. ما في شك أحمد، بس اسمح لي بالبداية أقدم واجب العزاء لأسرة الكابتن طه الطوخي والأسرة الرياضية في مصر وأسرة النادي الأهلي. الحقيقة الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله ويغفر له الناس. امانه كابتن طه يعني حتى نعطي حقه يمكن الاتحاد الكويتي مشكورا دعاه. كابتن طه من وضع اسس الكره الحديثه في الكويت في الاواخر الستينات وبدايه السبعينات، ومثل ما تفضلت كابتن احمد شارك وكان مدرب اول بطولة خليج بقيمة في البحرين 70-71. ايوه. واللي فاز فيها منتخب الكويت، واللي على ضوءها يعني وضع اساس الكرة الحديثة في الكويت، لان جاء بعديه زقالو بيتر بوشيتش اليوغوسلافي، وجاء بعديه زقالو، وجاء بعديه كارلوس البرتو. امانة الرجل رحمة الله عليه وضع اسس ووضع جيل كامل من اللاعبين المبدعين، من اللاعبين اصحاب المستويات العالية اللي هو التقاهم باتقاء يعني صحيح وبالمفهوم حق المدرب العاقل. امانه كان في حقه يعني رجل عمل في الكويت لسنوات، قبلها كان مع نادي النصر ومن ثم انتقل الى المنتخب الوطني. عمله كان مثمر. النجوم اللي ظهرت في دوره الخليج الاولى كابتن محمد المسعود كان كابتن الفريق رحمه الله عليه، الكابتن الدكتور جواد خلف، محمود بك، خلف سطام، يعني اعطى الكره الكويتيه اولا، اعطاها الفوز باول بطوله خليج، بعدين اعطاها نجوم امانه امتدت الى اواخر الثمانينات وبعد وحتى في بعضهم الى الستينات. هي العلاقه الممتده دايما بتعكس يعني مستوى عالي من الثقه، ويمكن انا بعرف دايما انه في الخليج كتير من المسؤولين سواء في اتحادات الوطنيه او حتى في الانديه بيثقوا دايما، وخصوصا انه الماده يمكن ما بتكونش عائق كبير في الاسماء الكبيره على مستوى العالم، سواء في الناحيه الفنيه كمديرين فنيين او حتى فيما يتعلق باللاعبين. لكن فكرة أنه يكون في مدرب مصري حقق النجاح ده مع منتخب الكويت وتستمر العلاقة مستمرة لفترة طويلة، ده بالتأكيد بيعكس حجم ثقة كبير جدا في إمكانيات طه الطوخي يعني رحمه الله. كابتن أحمد أمانة الرجل كان مخلص، والرجل كان وفي بعمله ومخلص بعمله الحقيقة. وإحنا في الوقت اللي كان فيه كابتن طه إحنا كنا يعني في مرحله الناشئين، لان احنا جينا بعديها ب 72 73 مع وجود زقال ومستر جينا حق المنتخبات، لكن الرجل كان يتابع الانديه بمختلف درجاتها، يتابع المباريات بمختلف درجاتها، وكان حريص على انه يزور الانديه في التدريبات، وهذه ما كانت تعمل امانه كمدرب منتخبات يمكن قبلي، وكان يتابع وكان يدون وكان يسجل ويعطي للاخوان في الاتحاد ذاك الوقت اسماء نجوم ستظهر، يعني مش موجوده، يعطي اسماء نجوم ستظهر يعني. فهذه حقيقه يعني رحمه الله عليه واحده من مآثره يعني صراحه، الاخلاص في العمل، التفاني في العمل، وحبه وحب الكويت له. امانه كل اللاعبين اللي كانوا على مستوى كل الانديه كانوا يحبونه صراحه. رجل يعني على خلق عالي رحمه الله عليه. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن صالح العصفور نجم منتخب الكويت السابق. والحقيقة يمكن في كل مرحلة من مراحل أو من مشوار كابتن طه الطوخي ترك بصمة وترك علاقات في